صباح الخير. عايز اقول كلمتين صغيرين. صعب جدا يحصل زلزالين في يوم واحد في مكان انت عايش فيه، وكمان انت لسه مستني التالت. الموضوع طبعا مش مختصر على زلازل، ده كمان مختصر على ناس بتموت وناس انت عارفها بتروح وناس بتطلع من تحت انقاض، وموضوع صعب جدا واطفال بتنتهي، ناس عايشة في خوف وقلق مرعب جدا. فارجوك المشهد ده مش كوميدي ولا محتاج هزار عليه ولا محتاج كوميكسات. هزر واضحك وكل حاجة، بس بعيد عن حتة الموت. والله انا مش نكدي، بس ده حاجة اسمها موت. بحاول بكل طاقتي اتجنب كل الاخبار اللي بتطلع، بس موضوع صعب وزايد عن حد. فارجوك ابعد عن الكوميديا في حتة الموت، وابعد عن الكوميديا والاستهتار بارواح الناس. المشهد فعلا مش محتاج هزار، ده حتى القطط والكلاب بتعيط. ندعو الله لكل ارض عليها زلزال النهارده انه يرحمها برحمته ويرجع على الأراضي بسلام. دمتم بخير ودمنا بخير. طب اضرب انا الخير يا ترى. استنى، هات البامبي دي. كل اكل صحي طول اليوم. لا طب هو وافل الفالنتين ده لما دقتوش؟ واحد فازلوكي هيقول لك هو ايه الخير في ان انت تاكل اكل صحي طول اليوم؟ هي رجليك دي انا اللي شايلاك كده، وجسمك ده ملوش حق عليك. ليه حق؟ ترى ما ينفعش اسيب ده برضه بصراحه. نعمله بكره. بكره لا المصدقية لا. امي انا عايز اكل صحي يا امي النهارده. تعالى بس فرط معايا البسله دي. بسله ايه يا امي؟ بقول لك اكل صحي يا امي النهارده. شم ورياضه واكل صحي يا امي. مش هنسمح لاعداء النجاح ان هم يبوظوا لنا يوم. اعداء النجاح دول ايه؟ بشد يا امي. لا نو، النهارده كله هيكون صحي وشم شم 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 رياضه 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 رياضه. اصور لكم النهارده على مدار اليوم وننزل اخر فيديو. هنشرب ميه كتير وناكل اكل صحي ونتمرن في الشم ونتعدى بعشره. لك يا امي الصبح ساكته ليه وهاديه ليه؟ انا تمام. الإجابة الأولى هل هي تمام فعلا؟ الإجابة الثانية هي زعلانة ومش تمام؟ الإجابة الثالثة لسه فاضل الإجابة الثالثة والرابعة، ما تستعجلش في الرد عشان تربح معانا المليون. الإجابة الثالثة هي الاتنين تمام ومش تمام، بس هي عايزاك تعرف إنها مش تمام حتى لو هي تمام. الإجابة الرابعة هي بتمثل إنها تمام وهي فعلا تمام، بس هي بتمثل إنها مش تمام عشان أنت اللي عمرك ما هتكون تمام. والله يا استاذ انا مش فاهم انت بتقول ايه، بس هي الاجابه الثانيه. الاجابه غلط ومش هتفوز بالمليون جنيه النهارده. امال الاجابه ايه؟ والله يا ابني ما حد عارف. ورحت الجامع ورحت الكنيسه قالوا لي مفيش حاجه، لدرجه ان انا رحت للدجال. انت جالك جلطه في المخ قبل كده؟ لا ما جاتليش جلطه قبل كده. لا انا مش بسالك، انا بقول لك جاتلك جلطه في المخ وانت ما تعرفش. اوقات في جلطات بتحصل الانسان ما يحسش بيها، بس المشكله انها بتسبب امراض كبيره. وده الفطار الصحي بتاعنا النهارده، وده حلال على مامي. حلال عليا. الف مبروك يا ام. حلو قوي. كل يوم من ده. ما تنساش تشرب ميه. ايه رايك يا ابن قلبي في الشياكه دي؟ ها شياكه باينه صح. واشرب ميه. تقدم عشر في تقدم عشر في تقدم عشر في بيت القهوه. اشرب ميه كتير. تقدم عشر في تقدم. اشرب، انا بموت اشرب. حضر الغدا في الاير فراير. وجبه الغدا بسم الله. حلو يا ولد بتاع اللي عطيتهولي الصبح ده، اللي هو في اليوم. ايوه حلو قوي. الف هنا يا امه. اعمل لي كل يوم انت. ده النهارده الفالنتاين يا ولد. يا امه ما اعرفش حد في دنيتي غيرك يا امه. ما ده كفايه عليك يا ولد. امي غيبوبه تعال. ودي غيبوبه مش انت عامل دايت؟ انا غيبوبه يا امه. بعمل خد الطبق ده عشان كل ده سلطه. انت بتعملي في الفالنتاين سلطه؟ ايوه. يوم ما بدات دايت حد يسيب ده ويعمل دايت. شامم الريحه يا ولا؟ شامم يما. دور يا واد الاول هتبوظه كده. ده ايه ده يما؟ ده يا ولا طاجن طري بسله وجزر وبطاطس. ايه يما الحاجات دي؟ كل يا ولا ده الفالنتاين النهارده. ده ايه عيد ايه ده؟ بياكل فيه الترلي؟ عيد الاكل. والله امي دافع بالدنيا صح. برافو عليك يما. بسم الله. يما ده الفالنتاين النهارده يما. انت احتفلت قبل كده بالفالنتاين؟ لا. خلاص كل وانت ساكت. مقنعه جدا. بطاطس مالك حاسين ايه؟ عشان النهارده الفالنتاين وانا قاعد معاك كده برضه بالقنفل بتاعك ده. اهو يما سخنه محوحه يما. امي بتعمل لحمه احسن من شيف بروك اهو. حلوه قوي. سيبيني انام. اهو مونتج فيري جود. فيري جود. مالك كده ما انت فيري جود. وبالصلاة على النبي احلى ورقة كريب. هابي فالنتاين. هابي فالنتاين يعني كويس سودا. طيب يلا ما انت سنجل بقى. شيل وعد يومك. هشيل. حاضر. برجر كبسة هشيله ازاي من دي؟
حركه استغاثه. بتعمل ايه؟ مفيش حاجه. صباح الحب يا الكساتي. منين يجي الحب يا بنت؟ كفايه نكد يا بنت. النهارده فالنتاين، كوب من الحلوب من البقره الي. خدتش بالك من فالنتاين بقره؟ جايزه مفيش تشبيه. كلهم دلوقتي شايلين زبازين ودايرين في الشوارع الا انا وانت. يالا كئيب، حد شايل خيبته غيرنا انا وانت يا ضياء قلبي. بيضه انا سريعه من ثلاجه امي، تقش بيضه تاو، رشه فانيليا ومعلقتين زيت وقلب قليبه. كل الناس قاعده مبسوطه وفرحانه الا انت نكد. عندي يومك عادي. وليه عقربه بتقول ايه؟ بحبك يا الكسات. حبك يا جوجو. انزل بكوبايه الدقيق شيل اللي عليا. مالك ايه؟ اه جاي عليها دقيقه، معلش انا اسف. رشه سكر وادي القوام بالظبط، وانزل في الطاسه وسيبها على النار. وبالصلاه على النبي احلى ورقه كريب. شايف يا ابن القلب القوام؟ ايه معايا وانا في الجامعه زمان مش لاقي اكل عادي طبيعي جدا. فقلت رابع تيجي معايا على بوق ميه عادي اشوف لك جولدير. انا بحبك يا جوجو. والله دي اللي عايشاه لي والله. قصة حب رضيئة. انزل بقى بصوص الشوكولاتة كده، غرق 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 عليه صوص تاني وربنا ما عارف ده ايه اصلا. كيف يالا كيف؟ كل سنة وكل واحد لوحده. طيب انا بحبك. بحبك يا جوجو. وانا والله بحبك. افتح مطرب الخير. هوب 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 هوب. دفتحه مع المرش لو فيها موني تدفع. ادي ورقة المواعين نشيلها، وادي ورقة الترويق نشيلها برضه. خدي يا بركة افتحه لنا. هات يا ولد انا حبيته. بجد؟ يمكن يكون في مواعين تاني. افتح يا اختي. الا فين يا ولا هدية الفالنتاين؟ يما انا كل يوم معاكي ده عيد فالنتاين. طب هات كل يوم هدية بقى مادام كل يوم عيد. افتح يما الورقة، انت بتشغلي دماغك. هات لاطفال الشوارع العاب. معاك ربنا خد. ما اطفال الشوارع يما ما تصعبش عليك، هاتي اي حاجه. طيب خد يا ولد. ايه يما ده جيب بيها كيس كشري يما حلوه يما، ده انت لابسه قنف ب 7000 جنيه يما. يلا ننزل تجيبي الالعاب. ادي العاب الاطفال، بس الحاجات دي غاليه قوي، والانسيالات والخواتم بيجيب لهم حاجات رخيصه. مش عارف، ما معيش فلوس. وجبنا اسطول العربيات دي للاولاد. بص المرسيدس، بص ادي الدريفتات. ايوه باشا. ليه بتجيب العاب اطفال في الفالنتاين؟ معلش هي لسه صغيره بربيها. انت شكلك لسه داخل الكار جديد. اه يا صاحبي. جبنا حاجات لاطفال للبنات، وادي العاب الاطفال الولادي. جبنا حاجات لاطفال للبنات، وادي العاب الاطفال الولادي. نوزع الالعاب. حيوانات ولا تاخد عربيات؟ عربيات. خد يا صاحبي عربيات. حاجه باي باي. طب قول لي باي باي. لا مش باي باي. تعالى تعالى تعالى. تاخد عربيات ولا حيوانات؟ عربيات. خد عربيات. عربيات. وانت عايز عربيات؟ مش حد ياخد حيوانات؟ انا عايز اخد حيوانات. خد يا صاحبي حيوانات. خد حيوانات اهي. باي باي. باي 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 باي. ماشي يا صاحبي. خد يا لولو. خد تاخد نقي دول. ها خد عربيه. ماشي. التجربه كانت حلوه ولطيفه والله وزي الفل. ليه كنتوا مع الزبازيب؟ خلينا احنا مع دوري الابطال. فرنكشك وفشارك واديها. ونسيت اقول لك ان الزمالك اعصب نادي في الكون. اهو تشجع باريس سان جيرمان فهي قلب على الزمالك. مش عارف ليه الفقر دي. لسه بقول ايه ناتو مش الواحد، بس ان شاء الله هيعوضه. باريس اتعدلت يا ابني. انا وشي حلو اصلا. خد يابا. انا اسف انا اتسرعت، طلع اوف سايد. انا اسف. نرجع تاني. خسر. معلش معلش. هيجي لك ايه هديه في عيد الحب؟ ايه ده؟ ربنا وعملت حاجه. انا مال ايه ده يا فنانه؟ ده فنانه مش في ده 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 حمل. انا مال ده كاذب كاذب. طب الاكس هتجيب لك ايه هديه في عيد الحب برضو؟ وفي في هنا ايه؟ لا يا والله ما عملت حاجه. طب عم محسن بتاع السوبر ماركت هتجيب لي ايه هديه في عيد الحب؟ هو ايه الفلتر ده معلق ولا ده بايظ؟ في ايه انت في ايه يا عم؟ انتوا متخلفين ولا ايه؟ شكرا. انا فتح الفيديو ده من ورا امي والله. بعدين انتوا مش كان ربنا هديكوا بطلتوا المنشنات؟ انت عارف كيلو ولا عايز افتح ابويا في موضوع يقبضني بالبنيه كده، اللي هو كل يوم كيلو بنيه واندوبي كتيره قوي. انت عارف دي لو باظت وربنا هردح لكم هي. والله امي لو قفشت هتهيني الكاريزما. والله هتمسح الكاريزما فيها الارض. تبل كده بالبنيه يا شكاشيكو بقى. بس كان في موزه بصراحه منشناني ما قدرتش اقول لا، مش عارف اقولها لك ازاي. ولا اخطر طريق بني ادي بنروح يا اخوي. مفيش بالراحه، مفيش حاجه تخليك تفكر في بكره ابدا. الاقساط يلا اقساط ممكن تخليك تفكر صح. بالراحه. لا مش بالراحه. لا انزل بالتتبيله ونقطه زيت عليها. اقول لطم انك اخذت البني. قولي لطنط اني اخذت البني. لا يا الاقساط اضربها بمفك في وشها ازاي. تبل
يا نهار اسود. جبت العيش؟ ايوه يا مامي. لا مفيش حاجه يا مامي، اتفضلي انت، انا هجيبها. ابعت لها واتساب. طب انت عايزه ايه يا اليكسا؟ قولي بحبك. بحبك والله بحبك. وجبنا الاندومي وتوابل الاندومي، نرش توابل الاندومي ودغدغ الاندومي وامسك بقى يفتك ورش بقى الاندومي عليها كده. انا غرقتها اندومي. اندومي يمسك بضايه وتديها ورشه ملح ورشه فلفل اسود وعلى البيضه كده بقى عشان تلزق. جبتها. توحشني. انت هتقولي لها ولا ايه؟ وانزل في الاير فراير دخل 20 دقيقه. اديها 20 دقيقه خلصوا نفتح ونقول بسم الله. ادي البانيه وخلاص ندوق ونقول بسم الله. لا هو فعلا حلو قوي. قوم اعملها بس مش لازم تجيب سيرتي في البيت عشان ست الكل لما بتشوفني في الشارع تقول لي انت بيعمل كل حاجه بتعملها. يعني ما تجيبش سيرتي قوي. ها فيري جود.